أخبار الاقتصاد تأتيكم عبر قناة النهار، مرحبا بكم. وزير الطاقة يعلن عن إنشاء محطة جديدة لتكرير البترول، ومؤسسة مرافق العمومية تضفر بصفقة الاستثمار بالنيجر. ولاية غليزان تحتل الصدارة في إنتاج البطاطا، وفلاح المنطقة يشتكون قلة اليد العاملة. أهلا بكم من جديد. كشف وزير الطاقة يوسف يوسفي عن انطلاق الدراسات التقنية لإنشاء مصافي جديدة ومحطات لتكرير البترول، واحدة منها ستكون بولاية إليزي. وفي إجابته عن سؤال شفوي بمجلس الأمة، أكد وزير الطاقة أنه يتم سنويا جمع 19 ألف طن من الزيوت المستعملة ويتم تصديرها إلى الخارج، مشيدا إلى وجود دراسات لبناء مشاريع لتصفيتها وإعادة استغلالها. وفي شأن آخر الآن، تعد مؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى أول شركة جزائرية عمومية تستثمر بالخارج. يأتي هذا بعد قرار الحكومة فتح هذا المجال أمام المؤسسات العمومية والخاصة. أكثر تفاصيل مع أحمد مطاف. بعد قرار الحكومة سماح للشركات العمومية والخاصة الاستثمار بالخارج، كانت مؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى الشركة العمومية الأولى التي تفوز بمناقصة إنجاز مشروع طريق بدولة النيجر بعد منافسة كبيرة مع شركات دولية عدة. أعطى كل الأوامر لشركتنا باش تأخذ في بعين الاعتبار ضرورة الذهاب إلى العمل في البلدان الأجنبية. قررنا نشاركوا في مناقصات دولية في مشروع جديد فيه 100 كيلومتر في النيجر، والبيسام تحصلت على المرتبة الأولى بإذن الله، ستكون الانطلاقة في الثلاثي الأول 2015. الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة جراء المشاريع المنجزة في الجنوب الجزائري مكنتها من الفوز بالمشروع. أولا خدمنا إليزي جانات تحت الحدود، وزلنا ثاني برج باجي مختار رقان، وهذا كانت عندنا هذه التجربة وكسبنا تقنيات في هذا الميدان، بهذا اللي صارت عندنا الجرأة باش شاركوا في هذه المناقصات الدولية. هي مثال للمؤسسات العمومية الناجحة التي تطمح لتمثيل الجزائر على المستوى الخارجي، في أمل أن تشمل مثيلتها من الشركات. إلى سوق النفط الآن، حيث تنبأت وكالة الطاقة الأمريكية بارتفاع أسعارها خلال 2015 لتتجاوز 58 دولارا للبرميل، مشيرة أن أسعاره ستصل لأكثر من 75 دولارا في 2016. هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات رسمية أمريكية إلى حدوث تأرجح كبير في الأسعار سيتراوح ما بين 28 و 112 دولار بحلول شهر ديسمبر 2015. عودة إلى أرض الوطن الآن، وفي القطاع الفلاحي، حيث تتوفر ولاية غليزان على أراضي فلاحية خصبة تسمح بإنتاج وافر للعديد من المنتجات وخاصة البطاطا. لكن التحدي الذي يواجه فلاحي المنطقة هو عزوف الشباب عن خدمة الأرض. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لحمزة زرقي ونجمة بوكرش. عرفت زراعة البطاطا بمختلف أنواعها توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، فولاية غليزان مثلا تعد رائدة في إنتاج البطاطا، خاصة منطقة الخليفية ببلدية لحمادنة المعروفة بتربتها الخصبة وملائمتها لإنتاج هذه المادة الحيوية. بطاطا كاينة الحمد لله، الناس قاعدة تقلع، فهمتوا، ربي يطرح البركة إن شاء الله العالمين، فهمتوا، وينخفض الأسهم اللي في الأسواق. تشهد المنطقة هذه الأيام انطلاق الحملة الموسمية لجني المنتوجة والتي تميزت بوفرة الإنتاج، لكن يبقى تحدي هؤلاء الفلاحين هو عزوف الكثيرين عن خدمة الأرض. بطاطا راه كاين أخي ربي، المنتوجة رانا نقلها الحمد لله، وراه غادي تدخل السوق دروك شوية تنقص من الأسعار تاعها، ما تبقاش كيما نهار الأول. المشكل وين راه؟ المشكل راه في العاملة، مكاش خدام، مكاش خدام، راه بالسموم راه ماش نسيبوه، مكاش
تحوس عليه ما تسيبوش ويجي يخدم لك ربع سوايع هنا ويروح يخليك. مادة البطاطا واسعة الاستهلاك وتستوجب استغلال هذه الأراضي الخصبة، توفير الإمكانيات وتشجيع الشباب لخدمة الأرض. نختم ختام أخبارنا الاقتصادية، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.